الرياض كلنا كنا شايفين عليه راضي جدا على الطريقه اللي كانت تمت بطريقه كلنا راضيين عنها الحمد لله. بس عاوز اقول لكم ان لما واحد يبقى مسؤول عن حاجه لاول مره بيبقى محتاج دايما فتره عشان يبقى ما بيقولش بس تصريحات، يبقى الم بالمواضيع كلها ويبتدي يعمل بما عارفه. كل ما الواحد بيعمل في المجال بيبتدي يلاقي نفسه بيتعرف على حاجات جديده نفسه يعملها. فمبدئيا انا طول عمري بشتغل استاذ في كليه الطب، وبعمل على انه اعلم الاطباء واعالج المرضى. فكل التحديات اللي قبلنا هو من خلال ازاي نحسن تدريب الاطباء بالذات اطباء الشبان، وازاي نحسن الخدمه الصحيه اللي تؤدى في كل مكان. هو دي الحاجات اللي احنا هنعمل من خلالها، بما في ذلك ان في الجمعيه الطبيه المصريه العريقه اللي احنا عاوزين نحيي دورها في نشر التعليم الطبي والتدريب ما بين الاطباء.